بوس ايديك ورجليك خبيني منه. وينك انت؟ انا على الطريق العام. لا تضل عندك، روح هلا على زاوية شركة محمود، نص ساعة بكون عندك. تأمر اغا. رجع بسرعة، رجع. والهجوم؟ اي هجوم لك، رجع بسرعة، رجع بسرعة. أنا آسف حبيبتي، شي مهم. إيه أشرف؟ أورهان يا أغا. اتصلوا معه؟ أغا أورهان هرب من هون. شو؟ أنت شو عم بتقول لأشرف؟ الخال بولاط إجته أزمة قلبية يا أغا، وصارت لبكة بالبيت، ونحن مشغولين في هرب أورهان من غير ما حدا يشوفه. شو صاير؟ وكيفه خالي هلأ؟ هلأ صار منيح. طيب أشرف، أنا هلأ جاي. شو صاير حبيبي؟ خالي إجت وأزمة قلبية. شو؟ وهلأ كيف وضعه؟ حال منيح، خلينا نطمن. طبعا حبيبي، روح أنت. طبعا مع بعض. شو؟ طبعا بدنا نروح مع بعض. شو هذا التخبيص؟ أنا ما فيني إجي، يعني كيف بدك يعني فوت على هداك البيت؟ بدك تيجي على أنك مرتي ياسمين، والكل بده يقبل بهالشي، وكمان مواجب عليك انك تزور الخال بولاط. لا صلاش، ما بصير. حياتي مو شغل بالك عليه؟ يلا ياسمين، معنا وقت لحتى نضيع. كيف روحي؟ وانت كمان عجبك هون؟ انبسطتي؟ كتير. كانت سهرة حلوة، لازم نعيدها مرة تانية. وبالنسبة لنا كمان شكرا لك. خلينا نوصلكم. ما في داعي يا فوزبيك، نحن طريقنا مختلف كتير. تصبح على خير. تلاقي الخير. مع السلامة حبيبتي. الله يسلمك. كبير أخي، بتشكرك من قلبي على كل شيء. خلاص ما حدا رح يزعجك بالمدرسة. أنا ما بحب حدا يزعج أختي أبدا. سوا شو رح يصير هلا؟ Thank you.
وسهلا أغا. هاي المرأة مع مين؟ ببيت مين؟ تشك خلص خلص اهدي. أمي ممكن تسمحي لي؟ أمي لا تشوف خلينا يلا تشيك امشي يلا تشيك. بس هذا بيتي يا فوز. تشيك قلت لك يلا بتسوق هيك اصلا ولا شو؟ يلا استعجل امرك يا اغا. انت منيح خالي؟ منيح خالو منيح، شوية وجع بسيطة بس هذا الهربان زعجني. رح نمسكه خالي، ما رح يبعد كتير، الكل عم بيدور عليه، انت بس فكر بصحتك. طلبت الدكتور ولا لا؟ ليش خلانا؟ قلنا له ريح حالك بس الراحة بتزعجه. ليش عم تعمل هيك خالي؟ اطلب الدكتور وخليه يجي يفحصه، هيك ما بصير وانت لازم ترتاح. يعني بدكم تخلوني طول عمري بالفرشة؟ انا منيح شو بكون؟ امنا من هالحكي وخلينا نروح ندور على هالواطي. اهدى خالي رح نمسكه، اذا بتحبنا لازم تهتم بحالك، انت الشجرة الكبيرة والشجرة ما بتقدر تقلع النسمة، لا تاكل همي. شايف انه ما حدا بيقدر على خالي؟ شو اعمل؟ هيك لازم يكون الخال. ايه طيب وانا؟ حابب تموتني يعني؟ لا ابعد الشر عنك. لا قريب قريب. هاي المرة هلا اخذة مكاني بالبيت. لا تبكي تشيك خلص لا تبكي. هي اجت وانا عم روح، مزبوط هالشي؟ ليش عم اهرب من شانها؟ ليش عم اهرب؟ قلي اخي ليش؟ بدي روح على البيت. تشيك تشيك رجعني، بلاش نعلك هلا، اذا بتشغلي عقلك شوي صغيره ما بتدوسي هداك البيت وبتسكتوا بس. Thank you.
أشرف، لقينا أورهان طلع بسيارة أحمد مورا قبل شوي. إسماعيل أوعكم تضيعوه، خليكم وراه. آغا، الشباب عرفوا مكان أورهان. مسكتك بايدي مرة تانية يا منحوس. في عندك حرارة انت؟ شو صاير لابني الحلو؟ عم يوجعك شي؟ يا ربي دخيلك. عمر، عمر، خلص يا روحي ولا يهمك، تعال اقعد هون. يلا هلا بنعرف شبك. شوف قولي على قلبي، حرارتك مثل النار. خلص. يا قلبي روحي انت. بالي عندي ياسمين، بس كان لازم روح ونظف كل الوسخ اللي بيجي من عند أحمد مورا بقى، مشان ياسمين ومشان عائلتنا، مشان الكل. عجل أشرف، ما بدنا نضيعهم. ولا يهمك آغا. وإنك عين تطلع أولاك رح حاسبك يا خاين. أرجوكي حاجة تبكي يا تشجيك. ليش شو فيني أعمل غير البكي؟ فيكي تفكري مثلا؟ عمورة لبين ما تاخدك امك على الدكتور. لحظة، استنى استنى بيبي. الو الو ياسمين بنتي، وينك لهلا انتي؟ ليش ما رديتي وقت اتصلت فيكي؟ دقيقة وارجع بحكيكي. ماشي ليش هيك عم تساوي فيني ياسمين؟ لا تبكي يا ابني، يا روحي يا عمري لا تبكي. يلا
هلأ بينشغل بالها، ليش ما رديتي عليها؟ مو مشكلة بعدين بحكيها. إف، شو صار معهم يا ترى؟ يخبرونا على الأقل. هلأ راحوا، ما صار لهم زمان. اهدي وعدي. تشربي قهوة؟ آه قهوة بشرب، شكراً. إلهام؟ إلهام؟ رح أشوف وينه. هلا فاتوا على مخزن الرمل. ماشي، فتح عيونك منيح. فتح، لا تخاف. ما بدي. ايه، لانه كله من جوزك المنحوس ابو عين فاضيه. لساتنا لهلا عم نحاول ننظف الشغلات الوسخه اللي سواها. اتشكرك. أهلا وسهلا. أختي، مو وقته هلأ. أنت شغلك كيف؟ تمام؟ إيه ماشي منيح. الله يزيدك ويبارك لك. اجت امي؟ آه. ابني ليش فقت؟ لسه ما اجى الصبح. يلا تعال مشان تنام. تعال حبيبي. حبيبي انت اشتقت لامك؟ مو قدران تنام؟ وهنا امك، وهنا امك يا روحي. انا عمورة، عمورة يا حبيبتي، بشو رح يفيدك كل هالبكي وكل هالدموع؟ لازم تكوني ذكية، اظهري غرورك حتى لو انجرحتي. عم تحكي وكأنه ما بتعرف ابدا شو اللي صاير معي. يا اخي ليش ضل فيني شي من الغرور؟ انا خلاص انتهيت. يا تشيشك، خليكي قوية شوي، فكري شوي، انسي مشاعرك وخططي لقدام. كيف؟ هالشي بإيدك انتي تشيشك. انتي بدك تحافظي على مكانتك عنده، معناتها ما لازم تبكي ولا حتى تسوي مشاكل. لازم تتصرفي بعد تفكير عميق. اذا بدك تخطي خطوة لازم تكوني مجهزة 3 خطوات بعدها. انا هيك بعمل. اخي شو عم تقول انت؟ ما لازم تحرقي السفن تشيشك، اذا حرقتيها انت كمان بتحترقي. عم تفهمي؟
وما لازم تمشي سفنك بنفس البحر، لأنه كمان في ناس بتحب تحرق لك سفنك، بس حتى تشوفيهم لازم بالأول تهدي، مو مزبوط؟ أغا الحقونا. ما في حدا هون. آغا آغا، في مخرج تاني ورا، هربوا من هنيك. ما بك شي ذكي يا أحمد مورا. صواشع شو عم يدور؟ شو بده؟ شايفة؟ الرجال بهمك كل هالقد وانت ما بتعرفي حتى شو بده. صواش بده يحكي مع ابي يا تششك. يحكي مع ابي؟ ليش؟ بدون ليش، لانه ما عنده اي شيء تاني يعمله. انا رح اعرف لك وين مكانه لابي، وبعدها انت رح تقولي لصواش. طالما هذا اللي بدك اياه تفضل، مصيرك بين ايدي، وبهالطريقه بيكون ممنونك وما عاد يهملك بعد منوب. هات ايديك لبوسه يا اغا. الله يخليك وياخذ عدوينا. سد حلاك ولا تحكي، يلا عدوريا. تقولي عطيتيه حبة من وين؟ أكيد بيكون ناقصه نوم يا حرام. شو صار؟ قدرتوا تلاقوا له العديم الأصل؟ لا يا أمي، هرب، نفد من إيدينا هالمرة. إن شاء الله اتنيناتهم ما بيطلعوا من المصايب. شكلكم اتفقتوا منيح. خلينا نروح. صار شيء؟ أنا رايح أوصل ياسمين. تصبح على خير. وأنت من أهله. على خير. وانت من اهله. بدك تقلي الحقيقه يا اخي، صواش ليش عم يدور على ابي؟ شغله التهريب هي طلعت من تحت راسه لابي، ما هيك؟ ما بعرف شو. صواش ما بيعرف، بس كتير حابب يشوف أبي ويحكي معه ويتأكد منه، لأنه ما عنده حل تاني.
صار؟ شو قالت لك امي لزعلتي؟ ما قالت لي شيء. عن جد ما قالت شيء. امي اتصلت يا سواش وكنت متلفكه بس ما قدرت احكي معها. وخايفه يكون صاير شيء لعمر مشان هيك متضايقه، والا الموضوع عن جد ما له علاقه بامك. لا تخافي حبيبتي، بتكون اتصلت مشان تطمن عليكي. ما ردت على التليفون. بتكون ما سمعت، رجعي دقي مرة تانية. كمان ما ردت ولو. مو معقولة سواش، رح موت من خوفي، أرجوك سوق بسرعة. شو كانت عم تساوي هديك المرة هون؟ احكوا لنقول سواش مسكها من إيدها وجابها لهون. طيب أنتو شو صاير لكم آه؟ لا وشو عم تشربوا معها قهوة وترحبوا فيها؟ انت ليش هيك ساويتي يا فداء؟ اختي اولا هي ضيفة وداسة بساطنا، شو نقلع يعني؟ ولا نقلب وشنا مثل ما عملتي؟ وثانيا هي بتكون حبيبة سواش، والله عيب. شو بدك تعلمني الادب يا بولات؟ الزام حدك. بلكي ياسمين صارت كنتك بكرة ودخلت على البيت، وقتها شو رح تعملي؟ انا عندي كنة. ايه أكيد هلأ بتكون راحت على بيتها. يلا روح لعندها. منيح اللي خلصتني من بين ايديهم يا آغا. الله يجعل كل شيء بتلمسه ذهب يا آغا. لا تلعي ولا احكي لشوف، حكيت لهم ولا لا؟ آغا معقول اعمل هيك شيء؟ بكون عديم الشرف لو حكيت كلمة واحدة. والله العظيم ما حكيت شيء يا آغا. آغا بحلف لك بالله اني ما حكيت لهم شيء. آغا آغا بترجاك لا تعملها. مانن هون، مانن هون، وينن سواش؟ اهدي ياسمين بنلاقيهم. عمر في شي صاير له؟ أكيد صاير له شي سواش. لا تحكي. إن شاء الله لا حبيبتي. ولك ألف واحد أنتو، ألف واحد، ما قدر واحد منكم يحرس بيتي منيح؟ 50 مرة قلتلكم لا تخلوه يفلت من إيديكم، 50 مرة. بس يا آغا لما أنت مرضت. لسه بيقولولي مرضت؟ صرنا مثل القط والفار، هل عديم الشرف عم يلعب فينا؟ بولات عم تأذي حالك هيك، يلا اشرب دواك وتعال ارتاح شوي. أنا منيح يا فداء، لا تصرعيني بالدواء. لسه قبل شوي خوفنا عليك، خلص هدي حالك، هلا بتمرض من جديد. هاتي خلص هاتي. ارتحتي هلا؟ إلهام هي اللي هربيته الأوران أكيد، ما هي مرته؟ دهولة بسرعة. لا بولات، هي كمان كانت معنا، كانت فوق. إلهام تفضل يا آغا. انت اللي هربتي لأورهان ما هيك؟ لا والله مو انا. فكر حالك انت عم تضحكي علينا، عم تخدعينا ما هيك؟ بولات اهدى شوي، لا تتدخلي وخليك على جنب، دقيقة واحدة بس. آغا الله وكيلك، انا مالي ذنب ابنه، صدقني اني ما عملت شي بالمرة. آغا لما انت مرضت هي كمان كانت فوق، انا كمان شفتها، كانت معنا دائما. ايه والله يا بولات اسمعين عم يحكي المزبوط، كنت عم قلك بس ما خليتني احكي، كانت بجنبنا، حتى دواك هي اللي جابته. فرهان عديم الشرف خان الصحن اللي بياكل منه، واللي بيساعده رح يكون مذنب مثله، بس رح نعرف عاجلا ام اجلا مين هو اللي كان يخوننا، وهداك الوقت مين ما كان اللي غرز الخنجر بظهرنا، ما
ما يطلب مني الرحمة ابدا ابدا. اطلعي لبرا. احكي ولا احكي رح تغردت مثل بلبل لهالعديم بشرف صواش، ما هيك؟ اي هذا ما فتحت امي بكلمة. اذا ما فتحت تمك شو كان لك شغل عنده لكان؟ كانوا لاحقيني يا اغا، وبعدين اجوا لقطوني. والله ما فتحت امي يا اغا. البيت مضوى. عمار يا روح قلبي تعال. امي وين كنتي؟ اصلا انت وين كنتي ياسمين؟ الولد وصلت حرارته ل 39 وما نزلت، خفت عليه ليصيبه حمى الله لا يقدر. انا اخذته بايدي على المشفى بس لا امه كانت هون ولا ابوه. وين كنتي لهلا؟ اه كيفك يا حبيبي؟ وهلا صار منيح؟ ايه نزلوا له حرارته الحمد لله، بس لازم نراقب حرارته طول الليل. خلص لا تبكي لا تبكي. روح لعند ماما. تعال حبيبي تعال. شو ما بدك؟ ها؟ يلا حبيبي اشرب يا عمري. هذا طيب كتير. شو عمر شو في؟ ما بدك تشرب من هاي؟ طيب خلينا نشوف حرارتك. تعال تعال. عمور البطل. شو اسمك انت؟ كيراز يا خانم. ايه وانت؟ دوني. طيب كيراز النزلة على السوق شغلتك انت وترتيب البيت والشغلات هاي، وبس اندهلك بتجي فورا. دوني انت شغلتك بس الاهتمام بالولاد، الهام الطبخ مسؤوليتك انت وتنظيف البيت والحمامات كمان. حاضر ستنا الوالدة. ما بدي تكاسل بالشغل ولا طق حنك ولا حركات نسوان بنوب. سمعنا. غيرنا مكاننا يا غيره. وأورهان كمان هون وعذبناه كتير، وبعد كل هالعذاب قال إنه ما حكى. وينكن هلأ انتو؟ أعطيني العنوان. بمصنع الأحذية القديم ببايكوز. عرفته ماشي. بابا وجماعته هلأ بمصنع الأحذية القديم ببايكوز. قولي هالشي لزوجك. شو اللي عم يصير أخي؟ مين اللي حكيت معه؟ اصبرت جيجك رح تعرفي كل شي عنها. هلأ خبرينا صواش، بس هالشي انت اللي عملتيه مشانه. لا تنسي كلامي. ليك ونايم وغرقان بالنوم وكتير منيح حبيبتي، ما كان في داعي تتلبكي كل هالقد. بس انا ام احلى ام بالدنيا كلها. كيف رح اقدر اترككم هلا؟ لا تتركنا، خليك عنا. انت بتعرف الوضع منيح. طيب يلا. وانتو بهالوقت ناموا منيح ماشي؟ طول الليل ضليتي سهرانه، صار لازم ترتاحي شوي. روح لا تشغل بالك.
شكرا على كل شيء اخي. استناكي هون؟ اذا بتريد لا تستناني، رح طول شوي. ماشي لكان، بشوفك. مع السلامة. شاشيك؟ شاشيك عم ناديلك، وين كنتي؟ ولسه عم تحاسبيني ولو؟ بظن بالأول لازم تحاسبي ابنك اللي عم يجيب حبيبته معه لهون، مزبوط؟ انت عم تتخطى حدودك شاشيك. مزبوط، عم اتخطى حدودي. ليش مين أنا؟ أنا مرأة كل اللي بهالبيت مضطرين إنهم يتحملوها. شو عم بصير هون؟ يا عيب الشوم عليك يا صواش، شلون بتجيب هديك المرأة على هالبيت؟ كرامتي ما بتهمك بنوب يعني؟ وكرامتك شو إلا دخل بهالشي تشيك؟ ياسمين هي الإنسان اللي بحبها، وانتي مرت أخي، يعني ما في أي غلط لحتى تنزعجي منه. ايه؟ لسه مرت أخي ومرت أخي؟ انت ليش ما بدك تعترف بالواقع؟ أنا ماني مرت أخوك، أنا مرتك بشكل رسمي، فهمت؟ مرتك. انتي جنيتي تشيك؟ قلي لي أنا شي مرة أعطيتك أمل؟ شي مرة ناديتك مرتي؟ أنا كلامي من الأول لهلأ ما تغير، بس انت خلص اسكتوا انتوا اتنيناتكم. وهذا بيتي وأنا حر مين بدي جيب عليه ومين ما جيب. شو عم بصير جوا؟ بولات لا تفوت كرمالي، أحسن ما تتعب من جديد. يلا خلينا نكمل فطورنا بترجاك. ابني شبك ما تكمل فطورك؟ عندي مشوار قبل ما أروح على المدرسة، مستعجل. يلا بالإذن مصطفى. نعم خالي. ابني عم نمر بأيام صعبة وهالشي انت بتعرفه. ايه بعرف هالحكي. المطلوب منا بهالفترة انه نكون متماسكين كعائلة اكتر من اي وقت. لازم نعطي القوة لبعضنا وما نفترق ابدا، وما لازم نعيش العائلة احزان جديدة ومشاكل جديدة، ما هيك؟ شوف اخوك عنده مصايب بتهد جبال، ما عاد بدنا مشاكل يا مصطفى. لا تشغل بالك خالي، مصطفى القديم تغير ان شاء الله. والله عجبك ولا ما عجبك، انا مرتك يا صواش بلدار، مرتك الواقفه معك على الحلوه والمره، اللي تصوبت برصاصه مشانك وكانت رح تموت لهالسبب، مرتك اللي خبرت حتى عن ابوها للشرطة كرمالك. شو؟ تفاجأتوا ما؟ خبرت عن ابي كرمال صواش؟ اي نعم. انت عم تدور على ابي ما هيك؟ هو ابي نعم، بس انت زوجي كمان، وانا دائما بدي مصلحتك انت وبس، اذا بتعرف قيمة هالشي ولا لا. أنا ضحيت بأحمد مورا من شانك مرة، وهلأ المرة الثانية أبي هلأ بمصنع الأحذية القديم بمنطقة بايكوس، روحوا لاقي. صواش صواش يا صواش، لوين رايح؟ صواش اترك المكان فورا. بس هيك مننكشف. ما راح اعيد كلامي. مثل ما بتأمر. والله هذا اللي صار يا جيدة، نحن بحاجة لروحك المبدعة كتير بهالفترة. طبعا طبعا نحن حابين نبلش بالشغل مع بعض فورا، كل ما كان بكير بيكون أحسن. تمام يا عمري؟ ايه أكيد. باي باي.
شو كيفك اليوم؟ أخي وصلتني الأمانة، عن جد بتشكرك. عرفت شو هو المطلوب منك؟ هلأ رايح أحكي معه أخي. برافو، يلا ورجيني حالك مصطفى. ما بتقدر تصير أغا بدون ما تقطع خبزتك بإيدك. أول شي بتفرجينا بطولتك وهيك بتكبر سمعتك وبتصير أغا. مع السلامة يا بطل. الله يعافيك.